من على أرض النيل. أرض الحضارة، أرض الرياضة، أرض الرياضة اللي بدأت في مصر من آلاف السنين وخصوصاً الجمباز. والدليل النقوش اللي كتبوها أجدادنا المصريين على جدران المعابد. والأول مرة في التاريخ على أرض القارة السمراء بطولة كأس العالم للجمباز. يلا بينا نشجع ولادنا أبطال مصر في الجمباز. من هنا بدأت والهنا رجعت على أرض مصر. على أرض مصر بطولة كأس العالم للجمباز. بطولة كأس العالم للجمباز من هنا بدأت والهنا رجعت على أرض مصر. كايرو 2021.